أهلا بكم. تواصل مصر الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أسهمت في تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية نتيجة الإجراءات المالية الحكيمة التي اتخذتها الدولة للنهوض باقتصاد البلاد، وذلك رغم الأزمات العالمية المتتالية. وخلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2021-2022 حققت مصر معدل نمو مرتفع عند مستوى 7.8%، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% بنهاية العام، مدعوما بطفرة النمو المحققة في الأشهر التسعة الأولى. معدلات النمو القطاعي خلال تلك الفترة شهدت تحسنا ملحوظا بكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة وصلت إلى 16.4%، قناة السويس بنحو 13%، والصناعة التحويلية بنسبة وصلت إلى 10.3%، والبناء والتشييد بمعدل 8.2%. في الوقت نفسه تنامت الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية ومواد البناء والأجهزة المنزلية، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعية من المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية. كما تضمنت القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 61% قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والاستخراجات والأنشطة العقارية والزراعة. حركة النقل عبر قناة السويس تنامت أيضا في ظل تزايد حركة الناقلات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المقدمة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى خلال العام المالي الجاري. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.